نلتقي في اليوم على الحرة الفنان الفلسطيني أمير دندن. أهلا وسهلا فيك معنا. مرحبا مرام، كيفك؟ أول شيء مبروك الله وحمد لله على السلامة. يا رب كلك ذوق، الله يسلمك. يعني أول شيء أنا بوجه تحية لقناة الحرة وتحية لإلك وكل قائمين على العمل. هلا في سؤال، شو اللي خلى أمير دندن يختار أول شيء أمريكا كوجهة لتسويق فنه؟ أول شيء أنا عمي عايش في أمريكا، صار له 30 سنة، بوجه له تحية الفنان فهيم دندن. فأنا اشتقيت طريقي وطلعت لأنه أنا حبيت أكون نفسي في حالي، يعني أكون يعني حالي في حالي. فطلعت على أمريكا وطلعت عنده، وهناك حبيت أكون حالي في حالي. أكيد أمير دندن ابن عيلة فنية، وهذا الشيء كان واضح على شخصيتك وعلى ثقافتك الفنية. حدثنا أكثر عن مرحلة طفولتك، كيف كانت؟ والله مرحلة طفولتي لازم أهلي حطوك عليها مشان بس يعني بحب الفن من وأنا صغير، يعني كيف في فيديوهات موجودة وحتى موجود على شفناها. يوتيوب وربيت على يعني والدي بيتي كله فن، فربيت على الفن، ربيت على الغناء. كانت حلوة مرحلة الطفولة عندي، كنت أضلني أروح مع والدي على الحفلات وعلى الأعراس، كان في زفة سهرة، فعشت الفن، عشت الفن على يعني عشت بداية الفن من مصغري. في لك فيديو على يوتيوب وأنت ماسك هالدربكة ونازل عم بتدربك. عندي وبغني كمان أنا وابن عمي. كنت شي 5 سنين وقتها. 5 سنين هيك شي. فما هو خلص بحب الفن من مصغري في دمي، لأنه الوالد والوالدي وإخوالي، خالي كمان باسم وعمي فهيم وعمي سمير، فكل العيلة كل العيلة فنية. لو هيك جينا قلنا لك تغني لنا أغنية، مقطع من أغنية أنت بتختارها. لوديع الصافي بتغني بطريقة كتير حلوة، فما بدي أكون كتير طماعة وأطلب أشياء زيادة. بدك وديع ولا نعمل يا مسافر وحدك؟ يا مسافر وحدك منيحة. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم، دعني دمعها دمعها بتتكلم، عني دمعها دموعها بتتكلم. يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. الله. أمير، شو هو اللون الغنائي؟ إن شاء الله عجبتك بس. كتير حلوة. تمام. ما في حكي. شو هو اللون الغنائي اللي حابب أنت تاخده ويكون هو تشق طريقك من خلاله؟ يعني كل أغنية كلام لحن راقي، ورح يخش راسي وأحس فيه، ورح أحب ورح أغنيه، لأنه لما تحب الشيء وتغني العالم كمان راح تحبه. اكيد هلا الفن بالاراضي الفلسطينيه بازدهار مستمر. طبعا. خاصه بعد ما طلع الفنان محمد عساف. بوجه له تحيه حبيبي واخوي. اكيد محمد. اكيد فهو بازدهار مستمر وفي تطور مستمر وعم نشوف فنانين فلسطينيين. طبعا. فشو رايك بهاي الحادثه او الظاهره اللي صارت؟ اول شيء يعني انا عم بفتخر وبنبسط لما أشوف مواهب فلسطينية، وإحنا مواهب فلسطينية عم نطلع وعم نفجر طاقاتنا في العالم العربي. وأمير شو رح يقدم للفن الفلسطيني؟ رح أقدم للفن الفلسطيني كل شيء حلو. أمير، خلينا نحكي على مشاريعك اللي جاية وشو عم بتحضر، وإحكي لنا بكل صراحة وشفافية. طبعا، بس في شغلات يعني شوي خليها مفاجأة. ها إن شاء الله هلأ في عم نشتغل على أغنية هي رمز الحب والسلام، هي رح تكون
طبعا مع الفنان الكبير كاظم الساهر وملحم زين وفنانين كبار يعني شبولو. راح نكون احنا في الأرب ايدل مع محمد اساف كمان الفنان محمد اساف. فراح تتصور فيديو كليب قريبا في لبنان وهي الأغنية على بتدل على السلام وعلى المحبة التعاون بين المجتمع العربي انه احنا اخوي. وان شاء الله ربي هالأغنية بتكسر الدنيا ان شاء الله هيك شوي يعني منصير كيف بيقولوا يعني هيك تقربنا لبعض اكثر وصير يعني تصير هالبلاد فيها سلام. ولانه هالايام احنا بحاجه لدفى يعني بحاجه لسلام. احنا كثير الشرق الاوسط بحاجه لسلام فعلا. احنا بحاجه للسلام ويمكن الفن هو اداه لتوصيل السلام وانتم نجحتوا فيها. في مجال سمعنا كمان أغنية. جنات مد النظر ما بين شبع منها نظر وطيور ع نغماتها بنام وبس حال القمر أزهار زينها الغواوش فونها سحر الهوى وخصون تعبها الهوى من كتر ما بتحمل ثمر جنات عمد النظر ما بنشبع منكم.